لا نهائيا نهائيا. الحمد لله احنا الام ديالنا ربتنا هكا اننا يعني واحد يحن على الاخر واحد يوقف مع الاخر، دونك ما عمري الحمد لله كان عندي شي مشكل معاه وما عمره يكون مستقبلا. هي أسماء شوية مشاغبة ولكن زعما صدقيني هي طيبة أكثر وحدة حنينة فينا، وراني كنقولها ديما في لي فيديو ديالي كنقول هي حنينة علينا وديما كتفكر الآخر بعكس داك الشخصية اللي كتبان هي فعلا قوية وكت يعني كتمثل واحد المرأة اللي تبارك الله بدرعها، ولكن راه الداخل ديالها القلب ديالها طيب بزاف بزاف أكثر ما تصوري. ما كنعتبروش الزوج ديال اختي وانما كنعتبرو اخ. الحمد لله العلاقه بيناتنا طيبه ويعني على اساس يعني الاحترام المتبادل، وكنتمنى ليه حتى هو النجاح ان شاء الله ويحققوا المتمنيات ديالهم. انا كنشتغل في المجال ديال التدريس يعني استاذه، و كنت كندرس في الجامعه والحمد لله توفقت وكملت الدراسه ديالي، عندي ماستر في ثقافه شعبيه وان شاء الله كنفكر انني نتسجل في الدكتوراه علاش لا، وهذا الشيء اللي كاين. دونك الفكره ديال اليوتيوب كانت شحال هذه، ولكن بالخصوص مع ظروف ديال الدراسه ما كانش عندي الوقت انني يعني نزيد شي حاجه اخرى. لا لا عادي عادي جدا عادي جدا، يعني ما الحمد لله ما خلق لي حتى شي مشكل بالعكس. الحمد لله ايجابيه بالعكس، فاش كتخرجي وكتلقاي الناس كيتبعوك وكتلقاي شي وحده يعني كتقول لك راه جربت ديك الوصفه، سيري الله يرحم لك الوالدين عليها، سيري سلمي على اسماء الله يرحم رباكم، بلغي التحيه ديالي للام ديالكم، تبارك الله عليكم وصلتوا كفحتوا. بالعكس هذا فخر ليا بالعكس. الحمد لله الشهرة كانت إيجابية، المهم ماشي شي شهرة ما مشهوراش، ما كنعتبرش راسي مشهورة وهادشي اللي كاين. كنبغي نقول لهم تحية لكم فين ما كنتوا، وكنحيي المرأة المغربية الحرة اللي يعني واحد الرمز ديال الكفاح والنضال يعني المستميت، يعني كتقاتل على ولادها وعلى دارها وعلى الزوج ديالها وكتقسم راسها 100,000 قسمة، فكنبغي نقولها تبارك الله عليك وبرافو عليك. لا لا انا عاديه كيف ما كتشوفوني كتشوفيني، اش غادي نقول لك، من طبيعه الحال ما كايناش شي حاجه بدون مقابل، كاينه واحد الارباح الحمد لله، واش غادي نقول لك يعني الانسان يخدم ويتعب ان شاء الله وربي كيجازي، وكما كنقولوا دائما الارزاق بيد الله. كنقول لهم شكرا عادي جدا، انا واحد الانسانه اللي كما معروف عليا كنمشي جنب الحيط، الانتقادات البناءه بطبيعه الحال فوق راسي، الانتقادات السلبيه ماشي يعني انتقاد من اجل الانتقاد وفقط، يعني كيجي كيسبك وهذا، ولكن زعما اون جينيرال ما كنتاثرش الحمد لله. لا لا نهائيا نهائيا ما كنفكرش فيه ولو يعني ما عرفتش كيفاش نقول لك، لان علاش غنخلق يعني الهلع ونحس بالخوف وهذا، غتولي شاكه في اي حاجه، وعندي يعني واحد المبدا ان الله سبحانه وتعالى الا بغى شي حاجه تقيسك راه غادي تقيسك، متوحده اللي كاينه ما كاينينش 10.